اللهم صل على النبي. شايفين يا جماعه الرعشه دي؟ شايفين يا جماعه؟ شايفين يا جماعه؟ كده معانا سمك، نطلعوا بقى ان شاء الله. ده هرب من العداله يا جماعه. اخواتكم حبايبي، اهلا وسهلا بحضراتكم وحضراتكم من اوعاد رحال. النهارده ان شاء الله يا جماعه في رحله جديده بالميامي. في حاجات كده عايزين نعرفوها قبل ما نطلع رحله تصحيح. قبل ما تطلع رحله تصحيح يا جماعه لازم تعرف ان انت لو عندك مشكله في الاذن الوسطى فدايما هتكون تعبان من رحلات التصحيح. فالافضل ان انت تعالج نفسك وبعد كده ايه؟ ان شاء الله تطلع تصحيح تاني. برضه لازم تعرف قبل ما تطلع تصحيح لو انت مثلا بتغدي متاخر بلاش تتقل بالليل عشان معدتك ما تقلبش في البحر وتراجع. طبعا الافضل ليك برضه ان انت تريح كويس. يا ريت تنام كويس قبل يوم التصحيح. يوم التصحيح يا جماعه رحله بتعوز مجهود. فلما انت تبقى طالع وانت مرتاح ونايم كويس هيفرق معاك كتير. لو عندك نظاره سودا البسها وانت طالع تصحيح. مش مشكلة برضو لما تاخد لك كورس ولا قرصين للطواق. ظبط عدتك طبعا، جيب الجمبري بتاعك وربنا كريم. في الاول وفي الاخر برضو حط في دماغك ان انت طالع تتفسح والرزق ده بتاع ربنا. طبعا يا جماعة بالنسبة للاكل والشرب كل واشرب عادي، حتى لو رجعت ارجع كل تاني. ما تحطش في دماغك موضوع الدوار ده عشان ما تبوظش اليوم بتاعك. في دوار بحر مش هنقول ما فيش، ولكن هو برضو لو انت ما حطيتوش في دماغك والبحر بتاعك كويس ان شاء الله ولا هتحس بحاجه. النهارده كل الناس اللي معانا اغلبيتها صيادين بلطي واول مره يطلعوا من البحر. الحمد لله كلهم كانوا بياكلوا وبيشربوا وما كانش فيه اي حاجه خالص. بالنسبه بقى للشرب نشرب ايه؟ ممكن نشرب قهوه الصبح، نشرب عصير فريش ورايب او حليب. كل دي حاجات كويسه للمعده وهتمسك معدتك في البحر. لو عايز رحله تصحيح ناجحه 100% طبعا الارزاق بيد الله. لازم يبقى الريح بتاعك على الاقل 24 ساعه ريح ثابت. النهارده ان شاء الله احنا مراقبين الطقس بتاعنا، خدنا كذا سكرينه للريح في كذا وقت هطلعها لكم دلوقتي. والموقع اللي احنا بنشتغل عليه اللي هو الويند فندر بيحدث كل 6 ساعات وخدنا اكتر من احداثيه كل 6 ساعات. الحمد لله رب العالمين. ايه البحر زي ما انتم شايفين كده طالعين في بحر نص متر، ريح ما يعادل ال 14 كيلو متر في الساعة أو 9 ميل. طالعين مع الرئيس أحمد التربي، مركب بتاعه مركب كويسة. مستهدفين إن شاء الله الغزيلة عشان السمك قليل على الرعب. الطعم المستخدم عندنا بإذن الله ومشيته طعم عقب. هنسيب يا جماعة في السهم اللي على الشمال ده كده تحت رابط لجميع رحلاتنا في التصحيح، رحلات تعليمية ورحلات عملية. وإن شاء الله برضو في آخر الفيديو هنجهز عود التصحيح من الألف للياء في الاستوديو عشان زي ما انتم شايفين كده في صوت الكلام مش هيبقى واضح. أتمنى إن شاء الله إن احنا نقدم لكم فيديو كويس. معاكم أخوكم سامح الخوالقة. أتمنى طبعا إن انتم تدعمونا بلايك، ولو أول مرة تشوفونا تشتركوا عندنا في القناة. أنا معايا في الرحلة دلوقتي من طنطا حبايبنا رجالة طنطا. ايوه عم هاني صباح العسل. راجل طنطا بيصلي عمنا حبيبي حاج سامح حبيبي. طبعا بصحبة اخويا البحرية عم احمد تربي كده. الله اكبر الله اكبر. بلاش نصيب تتفاجئ.
دي يا جماعة لقطة ايه من اولها ان شاء الله. اللهم صل على النبي. شايفين يا جماعة الريح شريع؟ شايفين يا جماعة؟ شايفين يا جماعة؟ كده معانا سمك، نطلعه بقى ان شاء الله. هلا ان شاء الله يا ريس. ايه؟ ان شاء الله. احنا الماء احنا والجنب ده عم اشرف بنجيبه من تحت المركب. احنا مركب بيمشي. الله اكبر، رصناهم اتنين اهو يا ريس. اول رصه ان شاء الله. اول رصه اهي يعني الرصة رايس ان شاء الله. اللي هي رايه يابا ان شاء الله كلت والله. انا كنت اشتغلت من امبارح المغرب والحاج كل. يلا يا عم انا معايا اهو الاكل حبيبي. الله احلى عليك. يلا عم احمد هات هنا اله هات هنا اله. ايوه 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 طالع على النار عشان كده مش عايز يجي يتغدى خلاص. الاستاذ هاني استاذي. الله اكبر يا معلم والله. لا والله يا معلم عشان كده مش عايز يجي يتغدى. الله يبارك في رزقك يا هاني. معلش لا ناكل الاول. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. صلاه النبي. ايوه عم حسين يا سبحك يا عم حسين. خليك يا عم حسين. الله خليك يا عم حسين. اعملوا قلق كده ما شاء الله. يا سبحك الجميله يا عم حسين. الله اكبر عليك. خليك انت قاعد فوق كده ايه عامل لي فيها غلبان. واللي يعرفك يا نهار ابيض ما يعرفش ان انت. الله اكبر عم اشرف. بشاميل بشاميل مكرونه ايه البشاميل اللي انت حلو. لا حن عليك يا رب. مكرونه يا رب حاجه يا رب. ها عم احمد المكرونه دي اسمها ايه؟ دحاية ولا ايه؟ حارث. حارث ها. صلاة النبي. بلد اهي. مالك مبسوط قوي يا احمد. البلد يوصل. اقول له نعيما على الهواء. يا ولا يا يحيى البلد يوصل. سيبك المبوعه ربنا يروق بالكم يا رب. حنن على عجيبك. اطلع يا مفتش. الله اكبر عمنا. الله اكبر ما شاء الله. ما شاء الله. صور ابو الحاج. الله ما شاء الله. بسم الله. شغال يا غالي. طلع انت بس ومالكش دعوه. طلع وريه. قلت لي هات عم اشرف عم شكوره ايام عم اشرف عم شكوره. ولعت 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 ولعت. طبعا يا جماعه في التسقيط على عزيله المفروض ان احنا كلنا حبيبي جنب واحد منور الدنيا. طبعا دي كانت غلطه ان احنا قاعدين على الجنب الشمال فانا كنت من دور من تحت المركب. قلت لي قبلك على فين؟ قبلك فين؟ طبعا منظم الرحله قريب من المركب يبقى ممكن حاجه زي كده. دي يعني تعتبر عشان مش عندي احنا قابلنا بيها والحمد لله ربنا رزقنا برضه بسمك كتير. حبايب حبايب بابا عم فتوح يا صيادين مجازي بابا مكرونه وبانيه. الله ينور يابا. صل على النبي. صل على النبي. ايوه ايوه ايوه. لا حنن عليك يا عم سامح. على ايدك بقى يا عم سامح. صل على النبي. صل على النبي. صل على النبي. على صر لو
اخوانا اللي مهتم بالتسقيط ينتظر الفيديو الجاي، هنجهز عود التسقيط من الالف للياء وهنقول كلام كتير في التسقيط. تحياتي ليكم. يلا عم سامي. يلا صاحبي. ايوه ايوه والله بتخف معايا يا صاحبي، مش عارف السمك شلح ولا ايه. جوز يا عم، هو زي ما قلت لك ما شلحش ولا حاجه. رحاله 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 رحاله. صباحو صباحو اهي جوازي ان شاء الله اللي جاي هرصها كلها باذن الله. ربنا يرضيك يا رب. حاجه يا رب يا كريم. ايوه ساعة. ما تكبرش التهم، هات على قد السلاح بالظبط يا جدعان. ايوه صح. كده يا جماعة ان شاء الله نكونوا انتهينا من رحلتنا النهاردة. يا رب تكونوا اسعدناكم. متنسوش تعملوا لنا لايك للفيديو، ولو اول مرة تشوفونا اشتركوا عندنا في القناة. كان معاكم اخوكم سامح الخالقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.